تطمئن القلوب. صبحكم الله بالخير متابعينا ومشاهدينا من شاشة تلفزيون قطر، طبعا عبر هذه الشاشة الصغيرة راح تشاهدون البرنامج اليومي لكم في الضحى. نخص بالتصبيح دائما وأبدا كل أمهاتنا اللي قاعدين يشاهدون اليوم من خلال هذه الشاشة، وأيضا أبائنا وعيالنا اللي ماخذين إجازة، وإن شاء الله قربت الإجازة تنتهي، نقول لهم شدوا حيلكم. مدارس طبعا الفصل الثاني إن شاء الله محتاج شدة حيل. وايضا اخص بالتصبيح كل زملائي اللي قاعدين يشاهدونا من وراء الكواليس، وزميلي اللي راح يشاركني تقديم حلقه اليوم عبد الرحمن العمادي. صبحك الله بالخير عبد الرحمن. صبحك بالنور زميلتي شيخه، وايضا اصبح الساده المشاهدين بكل خير وكل حب. اللي تابعونا على شاشه تلفزيون قطر من خارج دولتنا الحبيبه قطر ومن داخل قطر، طبعا برنامجكم اليومي في الضحى في مواضيع كثيره تهمكم وتهمنا. شيخة طبعا عندي سؤال، انا ابي اسالك اياه من امس افكر فيه. طبعا لو رجعتي سنه ورا، شنو هي النصيحه اللي تنصحينها نفسك ويعني عشان تطورين من نفسك وتكونين توصلين حق الهدف اللي انت تبينه؟ شكلك مجهز لي السؤال من امس. انا مفكر فيه من امس. انزين. لو بنصح نفسي، انا كنت وايد اتردد في اي شيء مثلا يكون في مصلحتي انا، وانا عارفه انه في خير لي يا عبد الرحمن، بس تلاقيني مرات اتردد او عندي مثلا بطء في سرعه اتخاذ القرار. فهذا الشيء اللي انا ذي السنه ما ابي يكون موجود في جدولي الزمني او جدول اهدافي، ان انا ما اتردد واقول اي او اقول لا حق الشيء لو انا شفته هو في مصلحتي. صح، بس حزات مثلا يكون البطء في اتخاذ القرار يكون شيء ايجابي، مثل ما يقولون كل تاخيره فيها خيره، ولكن ما يمنع ان الواحد يكون انه يفكر في قراراته وما يستعجل في الشيء. وعندنا بعد الواحد لازم يكون طموح، يحط له هدف، لازم يوصل هالهدف، يعني يفكر في اللي بيوصل له، ان كان في حياته العمليه، في وظيفته، في حتى في مثلا في حياته الشخصيه. شنو الهدف اللي يبي يوصله مشاهدينا؟ يعني مثلا انت بتوقف في حد معين مثلا في وظيفتك، ولا تبي توصل الاحسن من هالشيء؟ يعني حتى لو وصلت للهدف اللي انت تبيه ما يمنع انك تحط لك هدف ثاني تقدر توصله. حتى في المشاريع، يعني انا بيفتح مشروع، خلاص افكر في هذا المشروع، احاول اني اطور من فكره المشروع. صحيح، يعني اطور من نفسي، ما يمنع اني اوقف. خلاص انا وقفت مكان واحد وخلاص، ما يصير. صحيح، في عباره دائما يقول لك عندما لا تزهر الزهره فالخطا ليس من الزهره ولكن من التربه اللي انت حاط فيها الزهره. يعني لا تلوم مثلا اذا انت فشلت في مشروع ما مثل ما قلت، هل انا اوقف؟ لا، انا ما اوقف، لازم اراجع نفسي، اراجع اهدافي اللي انا حطيتها عشان هذا المشروع ينجح. هذا هو الطموح، الطموح ما يكون له حدود، ودائما ما يكون له حدود فعلا الطموح، ولا تخلي احد يكسر من مياديفك. يعني انت عندك تجدف في هذه الدنيا، جدف قد ما تقدر، هذا هو المطلوب من الانسان المسلم المؤمن، انه دائما يحاول ويعاصر يعني كل متركات الحياه. الحياه فيها كثير اشياء، فيها صعوبات، فيها عراقيل، فيها خطوات، الخطوات هذه لازم تكون انت دارسها او عارفها عشان توصل للمرحله اللي انت تبيها، وهذا ما يسمى بالطموح. اكيد، وطبعا يعني حتى لو ما فشلت ما بتنجح. صحيح، يعني ما في واحد ناجح ما فشل في حياته او ما مر في مشكله، لازم، لان التجارب والصعوبات هي اللي تطور الواحد، تخليه يتجنبها في المستقبل، شلون يقدر يحل المشاكل اللي واجهته قبل، ويشوف شنو الاشياء اللي ممكن انه يطور من نفسه فيها. يعني هذا هو الطموح. وايضا يعني الواحد لازم يسعى حق الشيء اللي هو يبيه، مو بخلاص وصلت انا لهالمرحله ابوقف، لا، اشوف اشياء ثانيه، اشوف طموحات ثانيه، افكار ثانيه، اهداف، وايد اشياء الواحد ممكن يسويها، خلاص ما يوقف عندها. صحيح، والطموح دائما يحتاج يعني الى نقول احنا ادوات او نقول اسلحه، الانسان لازم ياخذها ويعني ويتعلمها. اذا انا مثلا ابي اصير نقول مذيعه نفس ما احنا، او اعلاميه، ايش الادوات والاسلحه اللي انا لازم اكون متمكنه منها عشان اخذها معي اثناء تقديم المقابله الشخصيه في التلفزيون
او حتى في الاذاعه او حتى اي برنامج، لازم تكون عندي اسلحه، تكون عندي دورات خاصه فيني كاعلاميه، تكون عندي ثقافه لغويه قارئه، الثقافه طبعا تاتي من القراءه، اكون عندي مثلا شهادات ايضا تدعم يعني موقفي قدام الناس اللي راح يقابلوني. كل هذه الاشياء لازم تكون موجوده معك اذا انت بتقدم على اي وظيفه او بتقدم على اي مشروع او بتقدم على اي مكان، لابد ان يكون عندك هناك اسلحه تقدر تقاتل وتجابه فيها هذه الحياه. اكيد ما يقدر، ما في حد يقدر يروح الحرب بدون اي سلاح، يعني ما يصير تدش حرب انت ما عندك شيء. طبعا فكروا في هالشيء مشاهدينا، واللي عنده طموح لا يوقف يفكر في اشياء جديده، اهداف جديده، ودربك خضر مثل ما قلت. ودربك خضر. وبعد بضيف على كلامك يعني عبد الرحمن، البيئة المحيطة أيضا تدعم طموحك، يعني لما يكون عندك أنت أصدقاء، أكيد عندك ما شاء الله أنتم الشباب عندكم مجموعة جروبات يكون عندكم، أكيد أحد من ربعك تحس أنه قاعد يدعمك أو يعطيك دافع أنك أنت تسوي هذا الشيء، ولا تلاقي مجموعة مثلا سلبية تقول لك لا تحمل ولا شي تجازف ولا شي تخسر؟ بالعكس، في اللي يعطيني مثلا ايجابيات وفي اللي يعطيني سلبيات، لكن انا ما يعني ما بسمع هاي وبخلي هالشخص، لا اسمع من الاثنين، ممكن اني استفيد من الايجابيات واستفيد من السلبيات بعد عشان انا اعرف شلون اوصل حق الشيء اللي ابي. اكيد طبعا احنا يعني الموضوع هذا جدا كبير وواسع جدا، طموح طبعا اي انسان يملك طموح اكيد طموحه ما له حدود، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في حياتكم سواء كان في مشروعات او في حتى خطوات خاصه بالعمل. نعم مشاهدينا، خلونا الحين ننتقل لنشوف الاخبار المحليه في فقره الصحافه مع الزميله نادين البيطار. يا مرحبا فيك وصباح الخير. صباح النور عبد الرحمن، وصباح الخير شيخة وكل مشاهدين عبر شاشة تلفزيون قطر. وطبعا الطموح يجب أن لا ينتهي، كنتوا تتكلمون عن الطموح، وطبعا يعني في ناس بعد مرور عدة سنوات يرجعون للدراسة يفكرون مثلا يكملون الماجستير أو أمور أخرى تخص دراستهم، فأكيد الإنسان لا يجب أن يقف عند نقطة معينة ويجب دائما أن يتحلى بالطموح. طبعا أخبارنا لليوم عديدة، والبداية مع صحيفة الشرق، ونائب الرئيس للحياة الطلاب بجامعة قطر للشرق استمرار الدراسة عن بعد الفصل القادم. كشف الدكتور عبد الله اليافعي نائب رئيس جامعة قطر لقطاع الحياة الطلابية والخدمات عن الخطة التي ستسير عليها الجامعة خلال الفصل الدراسي القادم، وقال في لقاء خاص للصحيفة أن الدراسة ستكون عن بعد خلال الفصل القادم باستخدام منصات التعليم الافتراضي، كما أعلن عن افتتاح مبنى شؤون الطلاب خلال الفصل الدراسي المقبل، وأكد أن هناك بعض المقرات ستقدم عن بعد، وذلك بعد انتهاء الجائحة، معلنا عن تطوير المنشآت الرياضية الخاصة بالطالبات، معرجا على الأوضاع في السكن الطلابي، وأكد أنها مطمئنة، لافتا إلى أن الجامعة على تواصل مباشر مع وزارة الصحة العامة وكافة الجهات المعنية في الدولة للحصول على آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وبناء على هذه التوصيات ستقوم الجامعة بتخفيف القيود والعودة التدريجية الكاملة إلى الحرم الجامعي. إذن يعني حسب الدكتور اليافعي وطبعا بقية الخبر في صحيفة الشرق وهذا التصريح للصحيفة، الطلبة طبعا سيوصلون تعليمهم في الحرم الجامعي، هم طلبة فقط الدراسات العليا تحديدا وأصحاب المقررات العلمية، وذلك وفق عدد من الإجراءات الاحترازية الصارمة لتضمن طبعا صحة وسلامة الطلاب بشكل عام وأيضا أعضاء الهيئة التدريسية وفي الجامعة. وأكد اليافعي أن طلاب التدريب الميداني سيحضرون إلى الجامعة، وأيضا المعامل والمختبرات ستكون مهيئة لاستقبال الطلبة من مختلف التخصصات والمجالات، أما بقية الطلبة فسيستمرون في تحصيلهم الأكاديمي عبر منصات التواصل طبعا التعليم الافتراضي وهي التعليم عن بعد. خبرنا التالي من صحيفة لوسيل، مؤتمر قطر للصحة 2021 ينطلق في 20 يناير القادم. تنطلق في الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير القادم أعمال المؤتمر الافتراضي قطر للصحة 2021، حيث يقدم المؤتمر ما يزيد على 45 محاضرة بمشاركة أكثر من 100 خبير محلي ودولي، ويتناول الحدث الأكاديمي الافتراضي أفضل الممارسات المتعلقة بنظم التخفيف من أثار الأوبئة وطب الكوارث والتجمعات الجماهيرية
الكبيرة والإصابات. ويعد المؤتمر ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. كما يأتي هذا المؤتمر استعدادا لفعاليات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر. وسيسلط مؤتمر قطر للصحة 2021 الضوء بصورة مباشرة على جائحة كورونا كوفيد-19 والتخفيف من أثارها قبل واحد من أهم الأحداث الرياضية العالمية. طبعا أيضا في تفاصيل الخبر سيتقدم المؤتمر أو سيقدم أحدث ما توصل إليه العلم من خبراء في مجالات طب الكوارث والأمراض المعدية وجراحة الصدمات لمتخصصي الرعاية الصحية والطلاب من خلفيات ودول مختلفة. سيتناول أيضا التركيز على توفير رعاية عالية الجودة أثناء التجمعات الجماهيرية مع إدراج التطورات الأخيرة وأفضل الممارسات في التخفيف من الوباء. وسيوفر أيضا فرص في التطوير المهني لمجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية من مجموعة متنوعة من التخصصات والممارسات. خبرنا الثالث من صحيفة العرب، وبحث قطري يطور تقنية للذكاء الاصطناعي استعدادا لمونديال 2022. طور باحثون في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة نموذجا مبتكرا قائما على الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين أداء اللاعبين في بطولات دوري كرة القدم للمحترفين. وقد تعاون طالب الدكتوراه المواطن جاسم حمد الملا الشغوف بكرة القدم مع مشرفه الدكتور تنوير علم الأستاذ المساعد في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة في تطوير نموذج قائم على الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاييس الأداء الرئيسية والتوصية بها لمساعدة لاعبي المنتخب القطري لكرة القدم على الفوز بمبارياتهم. ومع بقاء أقل من عامين على استضافة قطر للنسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يشعر الباحثون بالتفاؤل من أن هذه الدراسة يمكن أن تعزز من الأداء الشامل لمنتخبنا الوطني. أيضا بالمقابلة مع الدكتور تنوير علم قال أن نعتقد أن نموذج التعلم الآلي المقترح يمكن أن يدعم اللاعبين وطاقم التدريب وإدارة المنتخب الوطني أيضا القطري للتركيز على مقاييس أداء محددة يمكن أن تعزز من أداء المنتخب. إذن يعطيهم العافية وبحث يعني رائع بالنسبة لهذا الطالب. ننتقل الآن إلى صحيفة أخرى، وخبرنا الرابع من صحيفة الوطن هذه المرة اليوم انطلاق بطولة النشاب. تنطلق اليوم منافسات بطولة النشاب الأولى للرمي من على ظهر الخيل التي ينظمها الاتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث بالتعاون مع مركز فرسان الرمي على ميدان اتحاد الفروسية. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اكتمال استعدادات لانطلاق البطولة والتي تقام منافساتها بالرماية من على ظهر الخيل على مسار 90 متر، مبينة أن أهم شروط المشاركين فيها استخراج بطاقة فارس من المكتب الفني في مقر اتحاد الفروسية، وأن يكون عمر المتسابق من 12 عاما إلى 18 عاما لفئة الشباب ومن 18 عاما فما فوق لفئة الرجال. ويشترط الالتزام بلبس الخوذة وحذاء ركوب الخيل فوق اللبس التقليدي. إذن هذه البطولة التي ستنطلق يوم 28 من ديسمبر، ستكون هناك بروفا للبطولة يوم 27 من ديسمبر الجاري أي قبل البطولة بيوم واحد. وطبعا يعني اللجنة المنظمة للبطولة خصصت جوائز عينية ومالية للفائزين في البطولة الرسمية طبعا كشكر لهم ولجهودهم طبعا التي يقومون بها. خبرنا الأخير سيكون هذه المرة من صحيفة الراية، ومركز قطر للسموم يوفر آلاف الاستشارات الطبية سنويا. صرحت الدكتورة لينا أمين مدير مركز قطر للسموم بأن خدمات المركز تتركز على توفير الاستشارات الطبية لكيفية التعامل المناسب مع حالات التسمم التي تحدث في دولة قطر، حيث يتم التواصل مع الجمهور والكوادر الصحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة للتشاور حول كيفية التعامل مع حالات تسمم توجد في هذه المنشآت. وقالت الدكتورة لينا أمين في تصريحات خاصة للصحيفة أن المركز الذي يتواجد في مركز سيدرا للطب يستقبل آلاف الاتصالات سنويا ويوفر الاستشارات الخاصة بحالات التسمم لجميع الفئات وبكافة أنواعها، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من الاتصالات تتركز على الاستشارات عن حالات لتسمم الأطفال. وأوضحت طبعا الدكتورة أن غالبية حالات التسمم اللي تصير مع الأطفال
الأطفال نتيجة تناول مواد كيميائية أو منظفات منزلية مثل الكلوروكس والديتول وغيرها، وكذلك البالغين الذين قد يتعرضون أيضا للمبيدات الحشرات أو غازات معينة أو تناول أدوية بالخطأ أو حالات تسمم نتيجة عض الأفاعي أو الزواحف أو التعرض لحالات عض من قناديل البحر خلال السباحة. إذا كانت هذه سلسلة من أخبارنا لصحفنا المحلي اليومية، ونعود الآن إلى استوديو في الضحى مع الزملاء عبد الرحمن وشيخة. زميلتنا نادين البطار من استديو الأخبار يعطيك ألف عافية على هذه يعني الكوكبة الجميلة جدا من أخبار صحفنا المحلية. سامين يعطيك العافية. عبد الرحمن، يعني يمكن كثير اليوم احنا قاعدين نركز أيضا على أجواء الطقس ونشوف الطقس إيش يقول، في مطر ما في مطر، في يعني غبار أو في رياح. يوم يمكن في الويكند يعني الخميس أو الجمعة بالذات كان في هواء، يعني الناس اللي راح صوب الشمال قالوا إن كان في هواء مع غبار، يمكن أنت لاحظت ذا الشيء لما رحت سيلين. أي يعني أنا يوم الخميس والجمعة كنت في سيلين، فلكن الأجواء كانت يعني كان هواء وصج كان برد برد، يعني هاي أكثر ويكند كان الجو فيه بارد. يعني نلاحظ تغيرات الجو هالفترة، مثلا قام يزيد البراد، الأجواء قامت تصير أجمل أكيد أجواء أكيد. زي إيش رأيك نروح إحنا حق الهيئة العامة للطيران المدني من إدارة الأرصاد الجوية وزميلتنا فاطمة اليافعي، نصبح عليك بالخير يا فاطمة ونقول لك نسألك عن أجواء هذا اليوم وباقي الأسبوع إن شاء الله. صباح الخير يا هلا، سعد الله اوقاتكم كل خير. شهدت البلاد صباح اليوم اجواء بارده نسبيا، وحيث سجلت محطه تدخان اقل درجه حراره لهذا اليوم بلغت 12 درجه مئويه و18 درجه في العاصمه الدوحه، ويكون الطقس لليوم معتدل الحراره نهارا وسحب متفرقه لتصل العظمى في الدوحه 24 درجه مئويه مع رياح شماليه شرقيه الى شماليه غربيه خفيفه لمعتدله السرعه تنشط على بعض المناطق خلال النهار. وعن الحاله البحريه، من المتوقع انخفاض الامواج خلال الساعات القادمه ليلغى التحذير البحري لنهار اليوم، وتتراوح الامواج من قدمين الى 4 أقدام ترتفع الى 6 أقدام شمالا ليلا. هذا والعلم عند المولى عز وجل. أشكر لكم حسن استماعكم، مع تمنياتي للجميع بيوم مليء بالتوفيق بإذن الله، مع تحياتي إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. فاطمة اليافعي شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا ننتقل الآن إلى أن الشباب هم رأس مال المشروع، مشروع المجتمع الناجح والدولة الناهضة، لذا فإن استغلال طاقة الشباب فيما هو مفيد يعود بالربح المضاعف على الدول، وإيمانا بهذه القدرات الخلاقة فإن مركز نماس يعين الشباب على استثمار أوقات فراغهم في تعلم العديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراث والعادات الأصيلة لأهل قطر، لتربية جيل شبابي مبدع متمسك بعاداته وتقاليده. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم الدكتورة هيا المعضادي، مستشار مدير مركز نماس. صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. هلا فيك عبد الرحمن، هلا فيك شيخة، يا هلا فيك، سعيدة بوجودي معاكم وجزاكم الله خير على الاستضافة. الله يسلمك دكتورة. طبعا أكيد إحنا شارف عام 2020 على الانتهاء، مع حلول هذا العام أكيد هناك كثير من الإنجازات لمركز نماس، يعني اللي يركز ويأسس العادات والتراث والتقاليد في نفوس أبنائنا، فتكلمينا عن نهاية هذا العام والإنجازات التي أنجزها هذا المركز. نعم. الجميل إن إحنا نقول إن إحنا في 2020 إنجازات، ما نقول الجانب السلبي، وهذه صحيح. أهم شيء، لأن فعلا تبارك الله برغم ما مر به 2020 إلا أن إنجازات قطر يمكن أكثر بلد فيها إنجازات على المستوى الدولي، يعني الدولي أو المحلي أو حتى على مستوى الأفراد، يعني إنجازات الأفراد داخل في قطر غير طبيعية في خلال 2020 تبارك الله. فنلاقي مثلا اللي سوى المشاريع واللي كلها وقت الأزمة هذه اللي مرت، وهي أزمة أنا بالنسبة لي كانت إيجابية. بالنسبة لنا في مركز نوماس، طبعا مركز نوماس أنشئ من أجل المحافظة على الهوية القطرية، الهوية الوطنية، تعزيز القيم، نشر الثقافة، المحافظة على إرث الأجيال اللي راحت، أيضا الوفاء لهم بما قدموه لنا، ما وصلنا حق اللي وصلنا للآن إلا بجهودهم وتعبهم والبذل اللي بذلوه يعني في أرواحهم. فأسهل شيء عندنا وأبسط شيء عندنا الحين أن احنا نكمل هذه المسيرة، بس بما يتوافق ما بين مثل ما شفنا التحديات اللي تمر على رؤية قطر 2030 اللي هي الأصالة والحداثة، شلون تجمع ما بين الأصالة
ما بين إرثك وتاريخك وثقافتك كلها والحداثة، وهذه قطر فعلا قدرت أنها هي تحققها كمعادلة جدا صعبة. في مركز نماص نفس الطريقة، تبارك الله الناس دائما يسألون شلون أنتم تخلون العيال يعني يسوون الأشياء القديمة يتخلونهم، هذه شيء منه يعني شيء موجود عنده داخل الإنسان كفطرة، هذه تراثك، هذه هويتك، ما تقدر أنك تطلع عنها. فالعيال يحسون بالفخر والاعتزاز أنهم يسوونه. ففي مركز نوماس صراحة من يوم بدينا، من يوم تأسس مركز نوماس وبدأ فيه الأولاد اللي هم 2014 إلى ما تأسس البنات 2016، تبارك الله أنشئ جيل الآن قاعدين نجني الثمار. إن شاء الله في 16 يناير بيكون تخريج أول دفعة من المدربين القطريين الشباب اللي لا تتجاوز أعمارهم من بين 12 إلى 16 سنة مدربين، طبعا اسم البرنامج سفراء الثقافة القطرية. سفراء الثقافة القطرية أن هذا الشخص هو يمثل كمدرب وحامل للإرث مثل المدربين الموجودين عندنا، وأيضا متحدث بأكثر من لغة. وهذه المشروع اللي طلعنا فيه من ضمن الإنجازات اللي احنا اشتغلنا عليها من بداية السنة، وكان عندنا من ضمن طبعا العقبات اللي مرت فينا في موضوع أزمة كورونا، ولكن تم في البداية أن احنا عطناهم إياه على طريق الأونلاين. نعم. ومن خلال الأونلاين عطاهم حتى يعني كانت الورش عندنا تفاعلية، يعني مش بس نظري، لا كانت تفاعلية، يشتغلون يرونا شغلهم ونشوفه، نرسل لهم أغراض البيت، يعني حتى مثلا في العرضة السيوف توصل لهم للبيت، أغراض الأعمال كانت توصل لهم للبيت، فما كانت عندنا، كانت تعقم وترسل، فما كان عندنا أي معوقات، ما كان عندنا أي صعوبات، ما كانت عندنا الأمور كانت طيبة، كانت جدا تفاعلية. العيال اشتغلوا والبنات والأولاد، طبعا البنات والأولاد أهلهم اشتغلوا وياهم ما شاء الله عليهم. أكبر أنا إنجاز بالنسبة لي غير هالمشروع كان مشاركة البنات والعيال معانا في فترة التوعية والتثقيف الأول فترة في كورونا. لما شاركونا بالمواد الإعلامية سواء كانت البوستات أو الفيديوهات، يعني كانت مشاركة جدا فعالة. العيال هم اللي سووها فيديوهات، هم اللي مثلوها، ما شاء الله. يعني هذه كان بالنسبة لنا إنجاز أيضا. فالحمد لله تعب من 2014 إلى 20 جلينا ثمارة في 2020، ولولا هذه الانصهارات وهذه اللي نسميها الأزمات ما يطلع الجمال، ولا يطلع صحيح. اللي هو الشكل الجميل اللي احنا نقول الذهب عشان يطلع شكله الحلو لازم يمر بالنار والانصهار. فهذا ما مر فعلا فينا يعني في نوماس وعيال نوماس وبنات نوماس، وكانت هاشتاقات كثيرة، حملات كثيرة تبارك الله، سميناها المسؤولية المجتمعية، مشاركتهم كانت جدا رائعة. يعني الفترة أول ما صارت كورونا كان لازم في نشر الطمأنينة ونخلي العيال ما يخافون ونخليهم يستثمرون وقتهم، فكانت جدا جميلة. حتى مسابقات الألعاب اللي سويناها هاي كلها يعني أنجزنا أكثر مما أنجزنا في الأيام اللي راحت. جميل ما شاء الله. يعني مركز نماص دائما نسمع عن مركز نماص أنه له العديد من الفعاليات والورش، فشنو أهم الورش والفعاليات اللي أقامها المركز؟ إحنا ننطلق من قيم، وهذه القيم تتحول إلى أنشطة. يعني القيم الموجودة عندنا الولاء للهوية طبعا، اللي هو تعزيز الهوية والولاء والانتماء والأصالة والأخلاق، جدا مهم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق عندنا حتى كم مليون خط، فكانت هذه القيم تتحول إلى أنشطة. بالنسبة للعيال أنشطتهم معروفة طبعا، احنا راعينا طبيعة كل جنس الأبناء والبنات. العيال عندنا أهم شيء، البنات والأولاد التأسيسي دائما عندنا اللي هو آداب المجال مجلس وآداب المقعد كما نشاهد للبنات. كما نعم. نشاهد في هذا المشاهد يعني في نعم. مشاهد كثيرة، يعني شوفي هنا مثلا عندنا السنع شلون يستقبل الضيف، هذه من ضمن يعني من ضمن القيم، مشاهد أرشيفية. نعم. هاي طبعا نعم نعم هي طبعا من ضمن القيم. المدرب الآن الأخ عبد الهادي النعيمي قاعد يدربهم على نعم. طريقة سنعنا أول أهلنا، وللحين ما زالت الميالس لما تدخلين فيها فيها قواعد معينة وآداب للضيافة وآداب صحيح. الاستقبال صحيح. موجودة، فهذه سنعنا، هاي طبعنا، ما نقدر احنا نخليه متمسكين احنا فيها. مرت علينا ظروف كثيرة سواء كان الحصار ولا غيره، ما زلنا متمسكين بقيمنا، لذلك احنا حريصين على ان احنا نحافظ على هالقيم. بالنسبة للعيال عندهم آداب المجلس، متضمن مع آداب المجلس شلون يسوون القهوة. عبد الرحمن يعرف هالشيء، عشان تكرم ضيفك انت تسوي قهوته، انت اللي تسوي له الشاي، انت اللي تسوي له، مش الخدم. ايضا عندنا العيال عندنا طبعا الفروسية، طبعا الخيل والهجن والقنص الطيور، وعندنا ايضا العرضة المهمة، العرضة اللي هي تعتبر زي العرضة، هي طبعا مثل العرض العسكري،
هي عرض عسكري، العرضة هي عرض عسكري. نعم. هي مش دانس على قولتهم ولا رقص، لا، هي ليست أداء رقص، لا، هي أداء عسكري. كانوا أول أهلنا لما يصير في حرب أو مناسبة أو شيء كانوا يسوون العرضة ويسمونها العرضة، صح، بيرفورمنس عرضة، يعني نعرض ما لدينا من عيالنا، يعني يستعرضون بسيوفهم، يستعرضون بسدساتهم وبنادقهم. فكنا نري مثلا العدو أو غيره ماذا نملك من قوة، نفس استعراض عسكري. فالعرضة جدا يعني فيها قيم جدا كثيرة، فيها نظام داخل، متى يعرضون الكبار، متى يعرضون الصغار، أشياء قوانين لازم يتعلمونها العيال عندنا. والحين ما شاء الله عيالنا صاروا لازم يتعلم العرضة عشان يشارك في عرضة قطر، صحيح، أصبحت هوية، أصبحت متطلب عندنا. أيضا عندنا من ضمنها اللي هو الجانب البحري، يتعلمون على الغوص وعلى الغطس ويتعلمون السباحة، وهذه كلها طبعا احنا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان أوصى على هذه الرياضات اللي هي الرماية والخيل الفروسية والسباحة. وهذه تنمي جسم الإنسان، لأنها بعد ما نشتغل طبعا قطر بذلت جهد كبير في موضوع التعليم، التعليم مع الرياضة، الرياضة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها أيضا، هذه أيضا تبنين شخصية متوازنة عندها نفسية ممتازة. حتى عيالنا لما يروحون الرحلات عندنا ديرتي بر وبحر، لما يطلع رحلة تتكون شخصية القائد هناك، تحمل المسؤولية، شلون يقدر يتعامل في مثل ظل أزمات غيرها، لما يطلع خارج الحضارة شلون يقدر يتعامل مع البر، شلون يتعامل مع يحسن إلى البيئة اللي حواليه، شلون يتعرف على المحيط اللي حواليه من ثروات الحيوانية والطبيعية وغيرها. لما يروح البر ما يقضي على جميع المكونات الموجودة هناك، نعرف العيال حتى أنواع يعني الشبك لما يرميه أنه ما يشيل التربة كلها، لا، صح، بس يشيل السمك لو كبير مش لصغير. فهذا هو الإحسان. الإحسان أيضا أنك لما تروح بر ما تشب ضوك على عشب وتحرق العشب، صح، وأنك أنت يعني محيت هذا السطح، لا، مفروض أني أخذ مكان ما في عشب، لأن هذه هو إحسان حق البيئة. وهلنا على فكرة كان عندهم نوع من السنع مع البيئة، كانوا واحنا صغار كنا لما نذكر نروح مع اهلنا او ابوي الله يعطي العافيه، كنا نروح لا الروضه نلقاها يعني لقينا فيها شيء نظفناها، قعدنا فيها وطلعنا منها ونظفناها قبل أن نطلع، صحيح، هذه سنه. في الصيد الطير عندهم القنص لما يقنصون بالطير الطير ما يخلونه جيعان، اذا الصيد صار له اذا الطير صاد الفريسه ما يشيلونها عنه، لا، يعطونه قطعه صغيره ثانيه لازم ياكل منها احتياط مو منها بعد، يعطونا قطعة لحمة أو شيء ويشيلون عنا هذه، أيوة، إذا ما يبون يأكلها. فهذا نوع من السنع، أنت أيضا وفي حتى حق الطير اللي معاك، صح، وفي حق الخيل وفي حق كل. يعني أذكر من أجمل الفيديوهات اللي مرت علينا لما العيال وقفوا عنهم ما يجون مركز نوماس في وقت كورونا، فالعيال كانوا مشتاقين حق الطيور والخيل فأرسلوا المدربين من عندنا، كان يوميات مدرب، المدربين كانوا يرسلون رسائل تطمين ويعني يقولون حق العيال يجبرون بخاطرهم، ترى والله إن شاء الله بتشوفون وبترجعون، مروا على خيولكم إذا عندكم، مروا على الخيل، مروا عليها، مروا لو تطعمونها لو من بعيد، نعم، يعني لا تقطعون علاقتكم بخيلكم أو بطيوركم أو الرجاب اللي عندكم، عاملوهم لأن هاي بعد ينتظرون في علاقة جميلة ما بين الإنسان وما بين جميع مكونات هذه البيئة، نحاول نحن نحافظ عليها. البنات تبارك الله مواضيعهم مختلفة، لأن هني تبني رجل، هني تبني البنت. البنت متطلباتها أول شيء الأساس إنها تتعلم المقعد، أساسيات المقعد، مثل ما تعلمنا يا شيخة وليهن عبد الرحمن، تعلمنا مع أمهاتنا، صحيح، المجالس مدارس تعلمنا في المقعد مع أمهاتنا الطبع وكله، وتعلم اللفالة، ما يصير مقعد بدون لفالة، فتعلم البنت اللفالة القهوة واللفالة. وطبعا نختار اللفالة اللي هي الأكلات الشعبية، عندنا البلاليط، عندنا قرص الطابي، عندنا الخنفروش، عندنا التمرية، والتمرية كانت جدا مهمة لأن التمر أيضا من البيئة، ولازم عيالنا عظام التمر شوي تصير قوية، يعني ما تكون بس طحين وسكر مش عارفة إيش، حاولنا نبتعد شوية. نعطيهم الخياطة، كلها ترى قيم، كلها قيم داخل الورش هاي، كلها قيم. نعلمهم أيضا الموروثات الشعبية، نعلمهم الأشياء اللي تستخدم أول، المرأة كانت القطرية اللي كانت نظيفة وريحتها كانت جميلة وكانت تهتم بجمالها وتهتم بلبسها، وكانت تستخدم الرشوش وكانت تستخدم الحنة وكانت عندها العطورات، الأمور كلها موجودة عندنا. فآخر شيء عندنا مع البنت، يعني طبعا الشباب عندنا آخر شيء رحلة في البر أو البحر، هذه اللي تخرج فيها. البنات عندنا آخر شيء إدارة المنزل، عندنا مثل غرفة كأنها بيت، فيها السرير، شلون ترتب السرير، الكوميدينو، دورة مياه، تكرمون، غسيل الثياب، ترتيب الخزانة، حتى ترتيب شنطة السفر.
فهذه هي الأغلاق اللي هي التخرج برنامج. فهني نعتبر أنها البنت خلصت جميع متطلبات البنت اللي هي المفروض المهارات الحياتية اللي تكون تدركها يعني. أيوة. فكذي تقدرين أنت تقولين والله هالبنت هاي لو بتتزوج باشر تقدر تكون بواجباتها كامرأة، كربة بيت، كراعية بيت، آداب المائدة، شلون ترتب المائدة، شلون ترتب حتى لو سوى الطبخة شلون ترتبها. يعني بس تطبخين وتقدمين، لا، شلون تقدمين، طريقة التقديم شلون. ودخلنا فيها الجانب الحديث، أنه حديث وقديم يعني وتراثي، بحيث أنه يكون في نوع من الذائقة الجمالية عند البنات. يعني من شوية أنا وزميلي عبد الرحمن كنا نتكلم عن الطموح وأدوات المفروض يأخذها الإنسان الطموح معاه عشان يقدر يوصل للمرحلة اللي هو يبيها. لما تكلمتي عن الأصالة وأيضا الحداثة، لما نربط بينهم إحنا كأمهات، فتوجهين نصيحة لكل أم اليوم. اليوم إحنا صحيح إحنا يعني في 2020 وإن شاء الله المستقبل قدام عيالنا، نصيحة لكل الأمهات عشان أنتي تغرسين في نفس عيالك حتى لو ما دخلت بنتك أو أم ولدك مركز نوماس، إشلون أنا أقدر أربط بين الأصالة والتراث وبين الحداثة؟ شوفي شيخة وليهون عبد الرحمن، ما حد ما له جذور، كل إنسان له جذور. الشجرة بدون جذور معناها ضعيفة جدا، هذه جذورنا إحنا ما نقدر نخليها. صحيح. فنعلم عيالنا، وعلى فكرة هذه من مصلحة الأبهات والأمهات، أن يعلمون عيالهم أن لكم جذور، لكم جذور، هاي جذوركم وهذه هويتكم. الهوية اللي هي الإيمج مالك، شكلك شلون، أنت بدون هالهوية مالك أي شكل ولا لك أي حضارة. حتى لما جيت تكلم عن حضارة قطر وهاي شيء، ليت إحنا نأكد على عيالنا، لما نقول عمر قطر كم؟ عمر قطر 5000 قبل الميلاد، وهذا ما ذكره المؤرخ ديترويت، وقبلها أيضا في قطر تاريخ. أنا ما أقدر أقول والله قطر عمرها 100 سنة ولا 200 سنة، قطر تاريخ. فما أقدر أني أنا يعني ما أعتز بهالبلد الغالية اللي كل سنة وكل دقيقة وكل لحظة قاعدة فعلا تثبت لي أنها ثابتة، أنها بلد يفتخر بها الشخص، بلد لها تاريخ. لما جين تكلمين عن لون علم، قصة العلم لدعم تالي تكلمين عنه، تاريخ مع الفينيقيين واللون شلون اكتشفوه، كل قطعة عندنا في قطر، كل قطعة لها قصة ولها تاريخ. هذا هو جذورنا، ما نقدر احنا نخليها. لما اي ام او ابو يقولون حق عيالهم انت قطري، اعطيني ما هي جذورك انت كقطري، شلون انا ما احس ان فخور ان انا كقطري؟ معليش عندنا حداثة، لكن هل معنى ذلك اليوم تعالي خلينا ناخذ مثال على 2022 في حداثة واصالة ولا لا؟ صحيح. في الملاعب شلون شكلها؟ تراثية. صحيح. واللي بيصير فيها ايش؟ حديث. قطر اصعب معادله اشتغلت عليها الحداثه والاصاله، وهذه كان من ضمن طبعا في خمس تحديات في رؤيه قطر 2030، من ضمنها الاصاله والحداثه. قطر قدرت تجمع بينهم. اليوم عيالنا تبارك الله مثل عبد الرحمن ولا عيالنا كلهم، هل عشان يكون هو يعني حديث وانه عالمي ما يلبس قطره وعقال وثوب؟ لا لا، قطري. هذه العقل هذه ما حد يقدر، هذه عالمي على كيفك. ولا حتى أقول لو امرأة لابسة حجابها أو متنقبة يمنعها أنها تكون إنسانة يعني تعمل أو يعني تفكر بعقلية عالمية، هذا لا يمنع. يمن واحدة كانت مثلا منقبة وغيرها لكنها وصلت إلى على درجات العلم، يمن واحد بثوبة وغيره، ليش يعني؟ هذه ما يحدنا، ثيابنا ما تحدنا. فلازم العقل، هذه اللبس علينا وإحنا أخلاقنا وعاداتنا وقيمنا الموجودة ما عليها. تتغير، لكن هذه على كيفكم، نحافظ عليها، خلوه عالمي. بس عندنا قيم تحدنا، فلذلك كل ما علموا عيالهم شلون يحافظون على القيم ويحافظون على مبادئهم ويحافظون على دينهم اللي هو شعار السنة، شعار السنة نحمدك يا ذا العرش. صح، نحمدك يا ذا العرش، هذه أحلى يعني الصراحة شعار ممكن إحنا نرتبط فيه. أوكي. عرش ونحمد ونحمد ربنا ونشكر على النعمة اللي إحنا فيها. اللهم لك الحمد ولك الشكر. أنا أعتقد أن إحنا عندنا تاريخ وعندنا قيادة وعندنا أجداد وتاريخ وإرث وثقافة نعتز فيها يعني إلى أبد الآبدين إن شاء الله. جميل. دكتورة هيا المعضادي، طبعا مركز نوماس من المراكز اللي نفتخر فيها أن تقدم هذه الأنشطة اللي تذكر بعاداتنا وتقاليدنا بشكل وما ننسى الحداثة بعد. نعم. طبعا يعطيك العافية على هذه المعلومات، ونشكرك لتواجدك معنا في الاستوديو. الله يجزيكم خير وشكرت لكم، يعطيك العافية. نعم. كل سنة طيبين، وانت طيبة. 2021 إن شاء الله كلها إنجازات لكم وحق قطر إن شاء الله ولجميع المسلمين إن شاء الله. يعطيكم العافية. وياك هاي المعضادي، شكرا جزيلا لك. طيب مشاهدينا ننتقل الآن إلى فاصل، وبعدها نكمل باقي فقراتنا، انتظرونا.
عودة لكم مجددة مشاهدين، وأكيد لما نتكلم عن إنجازات في مجالات كثيرة لابد أن احنا نركز على مجال التعليم، لأنه يعد من أهم عناصر عجلة التطور والتقدم لدولة قطر. فهذه الدولة الكبيرة في إنجازاتها تبذل جهود كثيرة أيضا من خلال مؤسساتها الداعمة لعملية التعليم، فما بالكم لو نتحدث عن مؤسسة تفوقت منذ تأسيسها في التركيز على التعليم وتعليم بالذات الأطفال والشباب والنساء في شتى دول العالم. نتحدث اليوم عن مؤسسة التعليم فوق الجميع. لمزيد من الاستيضاح حول أهداف وإنجازات هذه المؤسسة، يسعدنا اليوم استضافة السيدة فاطمة الزهراني، مسؤول اتصال وتواصل مع الشركاء في مؤسسة التعليم فوق الجميع. صبحك الله بالخير فاطمة. يا هلا فيك أختي فاطمة. طبعا منورتنا في الاستوديو اليوم، ونبي نعرف أكثر عن مؤسسة التعليم فوق الجميع، لو تكلمينا يعني عن هذه المؤسسة بشكل عام عشان نعرف عنها. المؤسسة تم تأسيسها عام 2012 برعاية من سمو الشيخة موزة بنت ناصر. المؤسسة الهدف الأساسي منها هي خلق فرص تعليمية للأطفال والشباب الأكثر تهميشاً حول العالم، وهي تستهدف مناطق خصوصاً المناطق اللي هي فيها فقر ونزاعات وكوارث بيئية خصوصاً في الدول النامية. مثل ما قلت، المؤسسة تم تأسيسها عام 2012، لا زالت الحين تعمل عبر 4 برامج. برنامج على كل برنامج فيهم له تخصصه ويستهدف فئه مختلفه. برنامج علم طفلا، برنامج عيادة الخير نحو اسيا، وبرنامج بيس او حمايه الحق في التعليم في ظروف النزاع وانعدام الامن، وبرنامج الفخوره. المؤسسه تعمل عبر شراكات، عندنا شركاء محليين ودوليين. من خلال هذه الشراكات احنا نقوم بتصميم والعمل مع هؤلاء الشركاء في هاي الدول. ومن خلال هذه البرامج احنا نحاول ان احنا نلحق الاطفال والشباب في تعليم اساسي نوعي او تعليم ما بعد جامعي، وكذلك يعني مع الفرص التعليميه هذه تجي هي البرامج التطوعيه والانشطه الاضافيه اللي في النهايه الهدف منها هي منح فرص اخرى لهاي الاطفال والشباب، واعطاهم فرصه انهم يكونون افراد فعالين في مجتمعاتهم ومتمكنين. نعم، يعني يمكن تكلمتي عن المؤسسه بشكل مختصر وانجازاتها ما شاء الله كثيره. من خلال استعانتكم بكثير من الخبراء في تحقيق هذه الفرص وتوفيرها للاطفال، تحدثين عن ابرز الانشطه اللي انجزتها هذه المؤسسه في هذا العام. أنا أحب سؤال أبرز الأنشطة هذا، لأن لما تطلعين على المشاريع المختلفة اللي إحنا نسويها، كل مشروع منهم لأنه يكون في مكان مختلف وفي دولة مختلفة ويستهدف معوقات مختلفة تحد بين الأطفال أو الشباب وبينهم وبين تعليمهم، لذلك كل مشروع فيه جهات، يعني جهات فعلا مبتكرة. فيعني إحنا لما نتكلم عن الابتكار والإبداع في المشاريع عندنا هاي الجانب، جانب الأشياء الأساسية والتفاصيل الدقيقة اللي موجودة في هاي المشاريع، لكن كذلك عندنا إنجازات كبيرة، نفس مثلا في عام 2018 أعلن برنامج علم طفلا وصوله لالتزامات لتعليم 10,400,000 طفل، اليوم العدد هذا يتجاوز 11,000,000 طفل. كذلك واحدة من أكبر الإنجازات اللي صارت الفترة الماضية كان شهر 9 إعلان اليوم العالمي لحماية الحق في التعليم من الهجوم، وهذا كان يعني إعلان كبير بالنسبة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، كذلك بالنسبة للعالم أجمع، لأنه كان دائما كان في كلام عن حماية أهمية حماية التعليم من النزاعات ومن الحروب، وكيف لازم نحمي الأطفال والمؤسسات التعليمية من أن هي تتهاجم خلال الحروب. فهذا اليوم كان إعلان كبير، وكذلك الإنجازات الأخرى في ظل جائحة كوفيد كان في فعلا جهود كبيره وعمل يعني جبار عشان نحاول ان احنا نبقي الاطفال في التعليم مع وجود الجائحه هذه الكبيره، وهي يعني اللي سببت لنا عائق كبير بيننا وبين المجتمعات اللي احنا نشتغل فيها، لكن حاولنا من خلال برامجنا ان احنا نبقي الاطفال في التعليم ونبقيهم على تواصل مع المعلمين بحيث انهم ما يخسرون فرصهم هذه اللي
هم فعلا يبونها ويعني احنا نحاول جاهدين انهم يحصلون عليها. اكيد، واحنا طبعا ايضا نشكركم على هذه الجهود اللي قاعد تبذلونها سواء داخل قطر او حتى في خارج قطر، لكم ايادي طبعا طوله حول العالم. راح نطلع مع مشاهدينا فاطمه احنا في تقرير خاص عن مؤسسه التاليف فوق الجميع، ولنا عوده. إطلاق القدرات من خلال التعليم لخدمة المحتاجين هو هدف سام تعمل لتحقيقه مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية أسستها عام 2012 سمو الشيخ موزة بنت ناصر في قطر، وتعمل برامج المؤسسة الثلاثة على توفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات. رؤية المؤسسة مبنية على توفير فرص حياة جديدة وأمل حقيقي للفقراء والمهمشين من الأطفال والشباب والنساء، لا سيما في الدول النامية، وذلك لضمان فرصة التعليم النوعي والمنصف والشامل لتلك الفئات باعتباره عاملاً تمكينياً للتنمية البشرية. وتبذل المؤسسة جهداً جباراً بالعمل مع شركاء عالميين ووطنيين ومحليين في التدخل الناجح والمبتكر في العملية التعليمية وحماية الحق في التعليم في أي مكان يتعرض فيه هذا الحق للخطر، والمناصرة للفت نظر العالم للقضايا التعليمية الملحة، والتعاون مع منظمات عالمية رائدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعليم. تواجه مؤسسة التعليم فوق الجميع تحديات كبيرة، ولكنها تواجهها بعزيمة وتصميم وإيجابية من خلال حشد الموارد وعقد شراكات وتبادل الأفكار المبتكرة، حيث تمكنت بالفعل من التقدم إلى الأمام من خلال الوصول إلى 600 ألف من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في الأشهر الستة الأولى من بدء عملها، واليوم لديها التزامات لتسجيل ما يتجاوز 10 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس. تشرف المؤسسة على 3 برامج رئيسية هي علم طفلاً والفاخورة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن. تتطلع مؤسسة التعليم فوق الجميع لبناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج، وتركز بشكل خاص على المناطق الفقيرة ومناطق النزاعات والكوارث، وتلبي حاجات الأطفال والنساء وتساعدهم على أن يكونوا أعضاء ناشطين في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بالأدوات التي تساعد على دعم التنمية المستدامة وخلق بيئة من السلم والأمن والعدالة والازدهار. ما شاء الله شفنا جهود كبيرة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، بس اختي فاطمة لو نتكلم عن بعض البرامج اللي تقدمها مثل الفخورة، لو تعطينا نبذة أكثر عن هذا البرنامج. برنامج الفخورة مثل ما قلت لكم من قبل، كل برنامج من برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع يستهدف فئة مختلفة. برنامج الفخورة هو البرنامج الوحيد اللي يستهدف الفئة الجامعية والما بعد الجامعية. البرنامج يقوم على منحات دراسية للطلاب الفلسطينيين. نعم. في فلسطين وخارج فلسطين، في مثلا في تركيا وفي سوريا وفي الأردن، في أكثر من دولة. وبالإضافة إلى المنحات الدراسية هذه، البرنامج أيضا يعمل على وضع أو تصميم برامج تعطي المهارات اللي يحتاجونها الطلاب من خلال هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. نعم. عشان يقدرون يشتغلون ويمكنون مجتمعاتهم. نعم، في يعني كثير من البرامج اللي قاعد تقدمها المؤسسة التعليم فوق الجميع، مش على بس مستوى يعني الجماعات، ولكن حتى على مستوى الأفراد. شاهدنا احنا مثلا على القطرية كان في تبرعات ايضا فردية للي حاب يتبرع للتعليم فوق الجميع. شنو ابرز الأنشطة اللي راح تقدمونها انتم ان شاء الله، او في مخططاتكم راح تقدمونها في 2021؟ انا قاعدة اسبق الزمن، يعني باقي لنا كم شهر ونخلص 2020. صحيح.
الحين بالإضافة لاستكمال المشاريع اللي إحنا لازمنا شغالين عليها، في كثير من مشاريعنا تمتدي إلى 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات، فبالإضافة لاستكمال هذه المشاريع كذلك عندنا شراكات جديدة تمت الفترة الماضية من خلال تمويل من صندوق قطر للتنمية. في شراكة جديدة مع في فلسطين لتستهدف الطلاب الفلسطينيين الموجودين في غزة والضفة الغربية وسوريا، والهدف منها أن الطلاب اللي كانوا ملتحقين في برنامج الأنروا أنهم يكملون تعليمهم، خصوصاً مع الوضع الحالي في غزة ومع تدهور الوضع الاقتصادي والوضع هناك بشكل عام. إحنا نحاول أن يعني هذا الشيء ما يأثر على تعليم الأطفال هناك، والبرنامج يستهدف عدد كبير من الطلاب هناك. كذلك في شراكة جديدة في نيجيريا بين مؤسسة التعليم فوق الجميع، كذلك هي إحنا نسميها هي شراكة متكاملة لأنها جزء منها شراكة مع التحالف العالمي للتحصين واللقاحات اللي هو غافي، لأن نيجيريا فيها أكبر نسبة أطفال غير محصنين، فهذه الشراكة تستهدف 1 تعليم الأطفال هناك، و2 تحصين فئة معينة ومنح اللقاحات هذه عشان نرفع نسبة الأطفال والنساء المحصنين في نيجيريا، وبهذا نسوي نفس حركة كاملة. تكافؤ فرص أيضاً. أي أكيد. نعم. فاطمة أكيد أن في تعاون بينكم وبين جهات محلية ودولية، فلو نتكلم عن هذه التعاون مع برامجكم. بالنسبة للتعاون مع الجهات المحلية أنا أعتبره شيء مشرف جداً، أشقد الجهات المحلية فعلاً تفخر في جهد المؤسسة التعليم فوق الجميع وتساعدنا يعني بكل الطرق، خصوصاً من خلال الحملات الرمضانية وكذلك خلال فترة إغلاق المدارس كان في شراكة مع فودافون اللي حاولوا أنهم يحطون خدمة الإنترنت في أكثر من بيت في قطر على أساس الأطفال لا يطوفهم جزء كبير من تعليمهم. وأيضاً عندنا شراكات مع سلاسل الفنادق ومع اللولو والميرا واللي يمكن شفتوا إعلانات مؤسسة التعليم فوق الجميع هناك. صحيح. وإعلانات التبرع. نعم. حتى تبرعات فردية مثل ما تكلمنا من شوي، أنت تكلمتي عن جهود كبيرة جداً لهذه المؤسسة، ولو قعدنا إحنا نتكلم فيها من هني للبكرة ما راح نخلص. فكلمة أخيرة توجهينها لكل المجتمع القطري وحتى خارج قطر حول مؤسسة التعليم فوق الجميع. واحدة من أهم الأشياء اللي إحنا نستخدم جهود المؤسسة فيها هو أن إحنا نحط المشاكل اللي موجودة في نظام التعليمي على الأجندة العالمية، ولذلك العمل يعني الكلام والتثقف والعمل على أن إحنا نخلي هاي القضايا العالمية اللي تخص التعليم فعلاً قضايا متداولة بين المجتمعات نتكلم فيها نتناقش فيها، وأيضاً نحطها على رأس الأجندة اللي إحنا نحاول إن إحنا نستهدفها بشغلنا. وكذلك التبرع ودعم المؤسسة دائما يعني هاي شيء إحنا دائما ندعو له. نعم. إذا طبعا مؤسسة التعليم فوق الجميع إن شاء الله نشوف من أكبر لن أكبر. طبعا فاطمة الزهراني مسؤول اتصال وتواصل مع الشركاء في مؤسسة التعليم فوق الجميع، شكرا جزيلا. شكرا لكم. يعطيك ألف العافية فاطمة. طبعا يعني مثل ما شفنا عبد الرحمن مع مشاهدينا الإنجازات كثيرة وكبيرة، سواء كان في مجال التعليم ولا في مجال الرياضة ولا حتى في مجال يعني التنمية المستدامة. لما نتكلم عن كل هذه الأشياء والإنجازات احنا نتكلم عن ركائز أساسية موجودة في رؤية قطر الوطنية 2030. هذه الركائز التعليم، رياضة، حداثة، أصالة، كل هذه الأشياء لازم إحنا نحاول اليوم نغرسها في أنفسنا عشان أيضاً نقدر نغرسها في نفوس عيالنا. أكيد طبعاً يعني جهود كبيرة تقوم فيها دولتنا الحبيبة قطر عشان توصل لهذه الرؤية اللي حاطينها طبعاً 2030. نشوف الإنجازات اللي قاعدة تصير خلال هذه الفترة، يعني إنجازات كبيرة يعني محلية عالمية، فأشياء صراحة نفتخر فيها من دولتنا الحبيبة قطر. أكيد. ولما نتكلم عن هذه الأشياء هي عبارة عن قيم تعليمية وقيم تراثية، لابد أن إحنا نتغنى بها، مش بس نتكلم فيها ونغرسها في نفوس عيالنا. لنا لقاء إن شاء الله متجدد معاكم دائما وأبدا في فيض ضحى. مع السلامة.